قولي لي يا رضوى، انت جبت القلب الميت ده منين؟ دي تاني مره او تالت مره تعملي فيها سكاي دايفنج صح؟ دي تاني مره اعمل فيها سكاي دايفنج، وبجد مبسوطه جدا لانه انا من اول مره عملتها وانا كنت مقرره ان انا اعملها تاني، فحقيقي اتبسطت قوي ان انا عملتها النهارده واستمتعت بقى اكتر بكتير كمان، لان المره فاتت كنت خايفه، المره دي قلت لا انا هتبسط واستمتع بالتجربه. قولي لي ايه المختلف في المره دي في السكاي دايفنج عن المره اللي فاتت؟ طبعا المختلف انه حقيقي الكابتن كان محترف جدا جدا، كل الاجراءات بقى والاحتياطات وكل الحاجات دي بصراحه بسطها لي تماما. واحنا في السقوط الحر كنت مبسوطه قوي ان احنا بقى عاملين اجواء احتفاليه فوق وبنسلم على بعض وكده انا والناس اللي بتقفز معانا، وبعدين لما فتحنا الباراشوت يعني اتبسطت قوي بقى ان احنا طولنا في الوقت ده شويه كتير، حسيت ان انا استمتعت جدا بالجو بالفيو بكل حاجه بصراحه، الموضوع بجد كان تحفه. رضوى لو عايزه تشجعي الناس تيجي تعمل سكاي دايفنج وتقول لهم ما تخافوش، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم فعلا ما تخافوش لان بجد التجربه حلوه، الناس بس من بعيد كده بتحس انها حاجه مخيفه، بس بجد هي حاجه ممتعه جدا جدا جدا، واللي عملها مره هيبقى لازم يعملها تاني وتالت، هي حقيقي ادمان. طب يلا بينا نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تطلعي الطياره وتنطي من السماء وتوصلي للارض، ونشوف بقى كنت شجاعه ولا قلتي ايه في الفويس نوت. يلا بينا. فأتمنى ان انت تدعي لي وتدعي لنا كلنا، وبجد هي هتبقى تجربة حلوة قوي قوي بالنسبة لي ان انا اكررها تاني. بما اننا في فيورد باي، المكان ده مهم جدا وفي معلومات كتيرة عندنا عن المكان ده، عارفة اي معلومة عنهم؟ عارفة ان ده المكان اللي طلعت منه اللانشات اللي قامت بتدمير مينا إيلات، فهو يعني مكان عظيم، وغير انه كمان مكان جميل يعني الفيو فيه حقيقي رائع. رضوى اتبسطنا معاكي جدا النهارده، ويا رب تكوني اتبسطتي بمغامرتنا النهارده معانا. اسمحي لي اصورك صوره مع المكان الجميل اللي احنا فيه ده. يلا بينا، انا بجد اتبسطت جدا بالمكان الجميل ده وبالمغامره الحلوه دي، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا.